عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد تتساءلون هذا المكان الكبير الواسع شنو هو هذا المكان وهذه الخوذة الحمراء الهيلمت المن هذه الخوذة. فأحنا نقول لكم هذه الخوذة مو إلية، هذه الخوذة لكابتن فريد. السلام عليكم كابتن. عليكم السلام. شلونك كابتن؟ شلون الصحة؟ احنا اجينا اليوم حتى نشاركك هذه القفزة الجميلة اليوم اللي راح تقفزها من قلب بغداد الجميلة. ان شاء الله. انا جدا سعيد مواكبتكم لهذا الحدث، خاصة هذا الحدث هو مهدى للشعب العراقي. قبل لنتحدث عن القفزة، بس تحدث لي عن اليوم البدلة اللي لابسها، الأجهزة، الكاميرات، المظلة، شلون راح طريقة استخدامها حتى نعرف المشاهد يعني. يعني البدلة هي خاصة للقفز ألوانها حلوة، أحمر وأسود. أنا أحب هاي الألوان جدا، وبها هذه المسكات لأنه أحيانا نستخدمها للتماسك. طبعا هذه الهلمت أو الخوذة هذه استخدمها كذلك، وفيها كاميرتين إضافة إلى الكاميرا هذه، وكاميرا أيضا في عدد الكاميرات 4. فإن شاء الله يعني خلال هذه القفزة راح يصير عندنا عدة زوايا للتصوير، وإن شاء الله يعني إحنا نحاول مو فقط نعطي فائدة وإنما أيضا يستمتع الجمهور هذا الموضوع. على ارتفاع كم المظلة راح تفتحها يعني بالجو أثناء القفزة؟ 10,000 قدم اللي هي تقريبا 3.5 كيلومتر. بس أنا راح أفتح على ارتفاع عالي اللي هو 5,000 قدم حتى أقدر أصور بغداد بشكل أكثر دقة ونحصل في الصورة لبغدادنا الجميلة الرائعة. إذن مشاهدينا الكرام، يعني هذه تجربة فريدة من نوعها مع كابتن فريد، خليكم ويانا. مشاهدينا الكرام، احنا انتقلنا من الموقع الاول للموقع الثاني بانتظار الان الطائرتين اللي راح تكون موجوده بهذا المكان حتى نطير مع كابتن فريد لتصوير هذه الفعاليه اللي راح يقوم بها القفز من قلب مدينه بغداد. قبل لا يقفز كابتن نقول لك ان شاء الله قفزه موفقه، وهذه الهديه مناسبه العيد ايضا مبارك لك. كل عام. شكرا لكم، انا جدا سعيد بهذه الهديه ونتمنى لك التوفيق يا ربي. الله يخليك. إذن مشاهدينا الكرام، احنا الان بانتظار الطائره اللي راح تهبط بهذا المكان، خليكم ويانا ومع هذه الرحله الجميله والممتعه وهذه التجربه الفريده من نوعها. زملائي خائفين بعض الشيء، كيف سنراه يا ترى يقفز أمام أعيننا وليس من على شاشة التلفاز أو أثناء تقليبنا لصفحات اليوتيوب هكذا مباشرة، فكادت قلوبنا تقفز معه خوفا عليه تارة واستمتاعا بهذه المغامرة الرائعة تارة أخرى. Let's go for a joyride. Stop the violence, strong with the police. And what my dad used to say, but now he's deceased. He got caught in a jam. Threw in the jam. فريد العفريت غير آبه ذا القادم، ارتفعت بنا الطائرة فاستثمرنا هذه الفرصة والتقطنا لبغداد أجمل صور. حقا إنها عاصمة المحبة والإشراقة الدائمة رغم كل عاتيات الزمن. نحن على
ارتفاع 10,000 قدم، وبالفعل ستحقق القفزة وسيفتح المظلة السحرية من على مسافة 5,000 قدم، وستكون المعجزة البشرية بين أيدينا وأمام أنظارنا. هواء الطلق كطير يعشق الحرية ويغني للحياة، فرد جناحيه عاليا وابتسامته تعلو شفاه، أما نحن فصفقنا له بحرارة شديدة أنستنا البرد الشديد نتيجة انخفاض درجة الحرارة كلما ارتفعنا عن سطح الأرض. قد يتجلى الظفر بأبهى صورة من خلال فرحة الفوز التي يتوقف عندها التاريخ ليسجل أجمل الإنجازات، فهنيئا للعراق بفريد وهنيئا لفريد بعراقه الجميل.
اكيد رحلتنا الاخرى راح تتواصل معاكم ومع الكابتن فريد، وانا اذا ناتي ترشد كل شيء بدي اسمع. باي باي.